أصدقاء الحسون والقناري، سلام الله عليكم إخواني. بالنسبة إخواني الكرام، هذا طائر الحسون وأول عش تمكنت من الإنتاج دياله لهذه السنة، سنة 2020 إخواني الكرام، والحمد لله رب العالمين. هذا الناتج ديال التغذية السليمة والتربية السليمة، يعني واتباع إخواني الكرام الطرق السليمة للإنتاج من هذا الطائر هذا الجميل جدا. كيف ما كتشوفوها الأنثى، هي كتقوم بعمليات تطعيم بالنسبة للفراخ. ودائما اخواني الكرام، اللهم ارزق كل مجتهي، والاجتهاد الاجتهاد هذا هو النتيج ديالو اخواني الكرام. وتحياتي ديما معكم.